إذا جمهورنا الكريم ومع شباب الشعبية والمسابق أحمد حسين في سيارته المارك 2، وهذه سيارة المارك 2 السوداء، وهذا الأداء الجميل من أحمد حسين، ونتمنى دائما الأداء الجميل من إخواننا المتسابقين، ونتمنى لهم الأمن والسلامة وتحقيق غاياتهم طبعا من هذا السباق والفوز بالمراكز الأولى. طبعا جمهورنا الكريم، من صوت السيارة نعرف أن هذه سيارة من نوع توربو وليس من نوع الانجكتر. إذن أحمد حسين وهذا الدرفت الجميل من هذا المتسابق. واللوحات الحمراء هنا تشير إلى انتهاء 3 دقائق المحددة لهذا المتسابق أحمد حسين من فريق شباب الشعبية. إذن جمهورنا الكريم، أيضا من شباب الشعبية معنا هنا المتسابق جاسم المنصوري بسيارته هذه الخضراء الجميلة، وانطلاقة قوية من هذا المتسابق جاسم المنصور من فريق شباب الشعبية. إذا ما زلنا معكم ومع فريق شباب الشعبية والمتسابق جاسم المنصوري بسيارته الجي تي اس الخضراء والسوداء المتميزة. طبعا اللوحات الحمراء هنا كانت لأنه بدأ بدون إذن لجنة الحكام بالبدء، وهنا طبعا احتمال أن يلغى نتيجة هذا المتسابق جاسم المنصوري. وقام بتفجير الإطار هذا المتسابق جاسم المنصوري من فريق شباب الشعبية. جمهورنا الكريم، عودة أخرى معكم وأيضا من فريق شباب الشعبية، هذا المتسابق بسيارته الفورد رانجر، المتسابق أحمد البدو بسيارته الفورد وماكينة التوجي. اهداء طبعا من هذا المتسابق يقول لعيون جندع ويستاهل جندع، وهذا الاداء المتميز دائما من هذا الفريق شباب الشعبية. حركة جميلة من هذا المتسابق أحمد البدو من فريق شباب الشعبية. Thank you.
جمهورنا الكريم. ما زلنا معكم وبانتظار بقية المسابقين وبانتظار اللعب الجميل والأداء الجميل من المتسابقين المشاركين في هذه البطولة، بطولة الإمارات موتورفليكس. إذن جمهورنا الكريم، عودة أخرى معكم. جمهورنا الكريم، إذن عودة أخرى معكم وما زلنا مع فئة الصالون والمتسابق فايز عبد الله بسيارته النيسان التيما. جمهورنا الكريم، مشاهدي ومتابعي قناة جير ون، طبعا الوقت المحدد للمتسابقين هو 3 دقائق، وبعد انقضاء 3 دقائق هناك لوحات حمراء على حدود هذه المنطقة، ومع اللوحات الحمراء تكون قد مضت 3 دقائق وينسحب المتسابق إلى خارج أرض السباق. إذن فايز عبد الله وهذا الدرفت الجميل من هذا المتسابق في سيارته النيسان التيما.